هنا يا بيرسي تاو اهو، واحدة واحدة موجود كابتن علي هنا. لو فتحنا الكادر شوية، في لاعب نادي الأهلي هنا، كابتن علاء، كابتن عادل هنا. ده آخر مدافع كابتن موجود، ومش أوف سايد كمان. لا ده قبل خط، لا ده في نص ملعبك يا كابتن. أنا بس هوريك إزاي. أيوه، اللي هيقول لك إن دي مش فرصة محققة، أنا أقول له لا، فرصة محققة. حتى لو بيرسي تاو دي لو عدت وخد وسند المسافة، كان هيحط للي جاي يا كابتن عادل اللي هو في الطرف اللي هنا ده لوحده انفراد. طيب بنتكلم على الفرصه المحققه، ايه معاييرها؟ نتكلم على تمركز المدافعين. هنا ده كان اخر مدافع، يعني مفيش مدافع هنا تاني ورا، كان اخر مدافع اللي هو لعب الكره بايده، ده كان اخر مدافع من نادي الوداد. نتكلم على السيطره، وزي ما قلت هنا هتعدي بس هيلف ويحط للي جاي. خلي بالك تفرق كتير جدا لو اللاعب ده مش موجود يا كابتن اسامه، لاعب نادي الاهلي هو لو انت شايفه ده موجود قبل المنتصف. حتى لو بيرسي استلم وتاخر عشان المسافه طويله، كان هيحط كابتن علاء للي جاي. أيوة. كان هيروح انفراد. انا شايف ان هنا فرصه محققه نتكلم فيه. النتيجه كانت 2-0، بطاقه حمراء مباشره، وللاسف الشديد هنا الفار كان يجب هنا استدعاء الحكم في اشهار البطاقه الحمراء مباشره للاعب الوداد، نتيجه منع فرصه لتسجيل هدف ومرصة حقيقة للاعبي النادي الاهلي. تمام يا كابتن اسامه؟ تاني نقول تاني، راجل الكرة بتتعمل بإيد، لو الكرة دي عدت هنا، لو عدت وراحت، مين أقرب للكرة؟ أدي واحد وفي لعيب هناك، يعني فرصة محققة بكامل الشروط اللي موجودة، مش بس عشان بيرسي تاو، عشان بيرسي تاو وهذا اللاعب اللي هو ناحية الشمال اللي هو اللاعب نادي الأهلي. طب هل في بيبقى في تقدير للمسافة في حتة الموضوع الطار ده يا كابتن؟ أنا حليتها لك يا كابتن. أنا قلت لك لو اللاعب ده كابتن علاء وأنت لعبت كورة، لو بيرسي تاو هنا بس لوحده هقول ممكن المسافه طويله، وقبل ما يعدل ويروح ممكن لو حد سبرنتر اكتر هيعديه. ايوه انت معايا؟ ايوه. انا اقنعتك بايه؟ قلت لك لو بيرسي تاو سند ومش هيقدر يجري، اللاعب هنا في هنا شايفه هيحطها جون رايح خلاص، بان هي قطعت مسافه من هنا بالكوره للاعب. انت معايا يا كابتن؟ لو رجع تاني كده هنجيب لو الكادر اتفتح شويه لو هو بيرسي استلم ومش هيقدر يروح سبرنت، او اللاعب ده ممكن يروح كان هيحط الكرة رايحة للي جاي الناحية كابتن أسامة، للي جاي بسرعته بقى قبل منتصف الملعب كان هيجيب جون. انما لو لاعب واحد مثلا، لو بيرسي تاو بنتكلم بقى نقول ممكن او مش ممكن بالنسبة للمسافة كابتن أيمن اللي انت بتتكلم فيه. ايوه كابتن. ولكن انا قناعاتي بإيه؟ ان هنا بيرسي هيستلم، لو مش هيقدر يروح هيحط للي جاي من الناحية التانية اللي هو على خط المنتصف او قبل 15 ياردة، هيروح يجيب. طب السؤال هنا يا كابتن، هدف. هل من حق الفار يتدخل في لقطه زي دي؟ ده مفيش كلام. لقطه من اللقطات المهمه. انا قلت لك النهارده الفار ايه؟ الفار النهارده كان موجود في ركله الجزاء اللي هي احتسبت للنادي الاهلي اللي هي غير صحيحه. دي الحاله الوحيده بس، ولكن في حالات ثانيه الفار لم يتدخل فيها. وانا بتكلم النهارده الحكم النهارده كان سبب في حاله طرد. صحيح. بتكلم في النادي الاهلي كسبان 2-0. هذه الحاله اكيد 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 لو الراجل ده اتطرد هتؤثر يا كابتن ايمن في المباراه، مجرى المباراه، تدي ارتياحيه في اللعب. دي اول حاجه معانا للحكم.